أرحب مباشرة بضيفي عبر خدمة سكايب دكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق. دكتور منصف، أهلا وسهلا بكم معنا في نهاية الأسبوع. قبل أن نتحدث في كثير من التفاصيل، كان هنالك بيان لرئاسة مجلس النواب منذ قليل أعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس ورفض إجراءات الرئيس. كيف تابعتم هذا البيان؟ طبعا أنا أبارك هذا البيان، لأنني دائما أبدا أقول أنه يجب أن ننسى الأشخاص، لأنه في هناك يعني عديد من الأشخاص اللي أثاروا جدل كبير حول يعني في أدائهم للبرلمان، لكن دائما وابدا أنا أقول المهم هو المؤسسة البرلمانية، لأنها هي جزء من النظام الديمقراطي. لا يوجد نظام ديمقراطي بدون مجلس شعب. نعم. وبالتالي فأنا أدعم المؤسسة بكل قوايا، ورغم كل اختلافاتي مع الأشخاص الموجودين بينها، وأعتبر أنه دور الشعب التونسي الآن هو أن يدعم هذه المؤسسة، لأنه لا توجد ديمقراطية ولا يوجد استقرار مرة أخرى بدون مجلس النواب. دكتور المنصف، يعني بالطبع كان اختيار مثير للجدل رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن. من وجهة نظرك، يعني تمتلك الكفاءة والصلاحيات لإبعاد تونس عن الفوضى في المرحلة المقبلة؟ شوف، أنا دائما أبدا أقول الشجرة لا يجب أن تحجب الغابة، يعني الآن الناس كلها يعني لا تتحدث إلا عن كوننا أصبحنا عندنا رئيسة وزراء امرأة إلى آخره، هذه هي الشجرة. لكن الغابة هو أن هناك انقلاب، أن هناك رئيس منقلب على الدستور، أن خرج على الشرعية، حنث بوحده في يعني على القرآن، وضع يده اليمنى على القرآن وحلف بأن يدافع عن هذا الدستور، ثم حنث بوعده، انقلب على الدستور، يعني أغلق مؤسسة البرلمان، صادر لنفسه كل الصلاحيات الممكنة، يعني لا تتصور الصلاحيات التي أخذها لنفسه، يعني حتى قبل بورقيبة لم يكن، في عهد بورقيبة لم تكن له هذه الصلاحيات، يعني شخص صادر لنفسه كل صلاحيات الدولة، يعني أصبح الخصم والقاضي والحكم، يعني عمره يعني انتقلنا 50 سنة إلى الوراء، هذه هي الغابة. وبالتالي هذا الرئيس غير شرعي، يعني كلف امرأة ستكون بطبيعة الحال رئيسة حكومة غير شرعية، لأن الشرعية لابد أن تستمدها من البرلمان حسب الدستور، وبالتالي ستكون غير شرعية. وأنا آسف أنه يعني كنت أتمنى أن تكون فعلا امرأة حقيقية، يعني ذات خبرة، وأن تكون رئيسة حكومة حقيقية، لأن أنا أعتبر أنه دور المرأة في تونس هو دور مهم، ويجب أن تتقلد أكبر المسؤوليات ولو رئاسة الجمهورية نفسها. أنا عنديش مشكلة من هذا الموضوع، لكن مشكلتي الأساسية مثل ما قلت لك هو أنه هذا رئيس غير شرعي، ورط هذه المرأة التي ليست لها بين قوسين أي خبرة سياسية. يعني اختيار دكتور منصف ليقطع الطريق أمام منتقدي ربما؟ أنا أعتقد أنه أولا يعني في حاجتين، فيه نوع من يعني عملية تواصلية، يعني حتى يزيح الانتباه نحو شوفوا يعني أنا أول من سمى أمرأة إلى آخره، وهذه يعني مغازلة للغرب أساسا، لأن يعني الغرب يحب هذه الأمور. وفي نفس الوقت يعني أن تكون له أداة طيعة، لأنه هذا الرجل لا يستطيع أن يعمل مع أي إنسان إلا إذا كان أداة طيعة، ومن ثم مشكلته مع يعني رئيسين حكومتين، الرئيس الأول هو الفخفاخ، هو اللي جابه ثم تخاصم معه لأن كان يريد شخصا يعني طيعا، ثم مع المشيشي اللي هو كان يعني واحد من أنصاره أيضا أراده أن يكون أداة طيعة. وفي الدستور التونسي رئيس الحكومة ليس أداة طيعة، هو الذي يقود جملة من بحيث أنا أعتقد أنه يعني أراد أن يضرب عصفورين بحجر، أولا أن يغازل الغرب، ثم أن يزيح الانتباه على الانقلاب، ثم أن يضع يعني تحت يديه امرأة تأتمر بأوامره وتكون مجرد سكرتيرة. نجح في ذلك دكتور المنصف؟ شوف، أعتقد أنه يعني العملية الاتصالية نجحت لحد ما. أنا عايش في الغرب، ومن يعني أسمع التعليقات في الغرب على أساس والله شوفوا هذا بلد عربي الوحيد اللي عنده امرأة إلى آخره، يعني العملية الاتصالية إلى حد ما ناجحة، لكن نجاح سيكون قصير الأمد، لأنه هذه المرأة واضحة أنها في غير محلها، يعني المرأة ليست لها أي خبرة سياسية مجتمعية، مجرد أستاذة في التعليم العالي. كيف يمكن لمجرد أستاذة في التعليم العالي أن يعني أن تكون في مستوى تحديات ضخمة؟ يعني انت عندك بلد في اكبر ازمة اقتصادية مر بها عبر التاريخ، ازمة سياسية يعني ليس لها مثيل، ثم ستأتي بهذه الامرأة، انا اعتقد انها ستفشل بطبيعة الحال، ثم هو سيضع هذا الفشل عليها، عليها هي وليس عليه هو الان محتاج الى اي شخص يضع عليه فشله. وانا ارثي لهذه المرأة، يعني حقيقة يعني مسكينة، امرأة مسكينة، استطيع ان اقول هذا بكل وضوح. طيب دكتور منصف، يعني